من كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ينضم إلينا. مرحبا بك أستاذ رامي. ما الذي يجري في العاصمة وفي محيطها العاصمة السورية؟ نعم مساء الخير. على ما يبدو قصف إسرائيلي استهدف محيط العاصمة دمشق حتى اللحظة، ثلاث انفجارات شديدة هزت العاصمة دمشق ومحيطها، يعني في مناطق ليست قريبة على مكان الانفجار هزت المنازل في تلك المناطق. المعلومات الأولية تشير إلى استهداف مستودعات قرب العاصمة دمشق، أي في جنوب دمشق. لا نعلم إذا ما كانت تابعة لجيش لقوات النظام أم تابعة لحزب الله اللبناني، ولكن هذا هو العدوان 16 على الأراضي السورية من قبل الإسرائيليين منذ بدء العدوان على غزة، أي أن هناك تصعيد كبير للغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية خلال الأيام أو خلال شهر أقل من شهر. هناك تصعيد كبير للغارات على سوريا، حتى أيضا هناك استهداف لرادارات في محافظة السويداء من قبل الطائرات الإسرائيلية، أن هناك استهداف على عدة نقاط داخل الأراضي السورية، ولكن الأهم ما جرى استهدافه في جنوب العاصمة دمشق حتى اللحظة لا نعلم إذا ما كان مستودعات للجيش لقوات النظام أو لحزب الله اللبناني. شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معي من كوفنتري.